اخذ انا علبه هالقد كل يوم؟ منين هاي بدي اجيبها؟ كيف؟ بمساعده مين؟ المرض المزمن لحاله هم على المريض والمحيطين فيه، ولكن اليوم صار تأمين الدواء الهم الأكبر عليهم. الأدوية مفقودة أو قسم منها يباع بالسوق السوداء، وحتى العلاج بالمستشفى صار صعب الحصول عليه أو تكلفته بتفوق قدرة الناس بالوضع اللي عايشينه بلبنان. كتير عم نتعذب، وإذا بدنا نوقف الدواء بده يموت الإنسان. مثلاً ضغط ما بيتوقف، بدي أخذ كل يوم حبتين، وحدي الصبح وحدي المساء. دواء سكر 5 حبات الصبح والظهر والمساء، منين بدي أجيبهم هدول؟ أميرة ست عندها داء السكري وضغط بالدم من 20 سنة، أمراض مزمنة، ولكن ولا مرة كان الحصول على علاجاتها صعب. في الصبح بقول لهم دخيلكم خالص الدواء كذا، إذا وقفته بكرة بيصير معي مشكلة، الكلوة بتوقف، الضغط بيرتفع، العين بتنضرب. شو بدك تستني أكثر من هيك؟ يعني شو إذا هلأ نحن بهالعمر ما تأمن لنا شيء صحي، كيف بدنا نكمل حياتنا؟ لا، نروح نموت أحسن لنا، خلي يموت الإنسان أحسن ما يعيش هالحياة. هي لبنانية، ولكن بحكم شغل العيلة أميرة بتعيش بين لبنان وسوريا، ولكن السخرية إنه الدواء اللبناني متوفر هونيك أكتر من هون. مندور 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 ما بنلاقي دواء، عم نتعذب عذاب الدنيا، منروح 20 صيدلية ما منلاقي، وإذا بدنا نلاقي دواء صحيح بيقولولنا سوق سودا، والسوق السودا عم ندفع حقه 10 أضعاف اللي كنا ناخده ب30,000 وب60,000، هلأ عم ناخده ب400 وب500. هذا شيء حرام، يعني ما بيجوز من الله، وعم نجيبه بسعر غالي كتير، عم يروح من لبنان تهريب على سوريا وعم نرجع نجيبه نحنا. هذا ما بيجوز، حرام، 10 أضعاف عم ندفع حق العلبة. اللبناني عم بيعيش بموت بطيء، والتقنين بالأدوية أو توقيفها بضرب حالته الصحية وأخطر من المرض بنفسه. خطورة واحد ما ياخد دواء هو ارتفاع حاد بالسكر، وهذا منعرف يودي لدبحات بالقلب أو تجلط على الشرايين أو تجلط على الدماغ. فالمريض السكري لا مفروض يقنن الدواء تبعوله ولا مفروض يقطش بالدواء تبعوله. بدنا حدا يساعدنا، بدنا الوزير يقوم معنا، الصيدليات ترحمنا شوي. هذا شيء يعني إذا أنا بقدر مثلا اشتري علبة هذا الشهر، شهر الجاي ما فيني اشتريها، وبلا دواء ما فيني أعيش. إذا يوم ما باخد دواء ضغط بيرتفع ضغطي للعشرين. المريض اللي مش قادر يشتري دواء بدنا نفكر إنه مش قادر يروح يعمل فحوصات الدم، لأنه هودا كمان مكلفة. فوقتا يضطر يوصل عند الطبيب تبعوله، يعني عامل الاشتراكات أو حس بالأذية، تأثر شبكة العين اللي قد ما نقدر نعمل وقد ما نعمل عمليات أو علاجات كرمالها في معقول نوصل لوقت ما نقدر نردها، والمريض لسوء الحظ يصاب بالعمى. بالكلاوي كمان إذا صار عنا اشتراكات، المصفاية تبعولة للكلوي ما بتعود تشتغل، بصير الجسم عم بيروح بروتينات بتنقذ الكلاوي، وفينا نوصل لحالة غسيل الكلى. وكذلك على الأطراف، يا ما سامعين في مرضى أنه لا سمح الله بترولن أصبع، بترولن إجر. بعد نجيب من مصر، نجيب من تركيا، ندور بجميع صيدليات لبنان، نروح على الجنوب، نروح على طرابلس، نروح على بعلبك، كمان البنزين ما في، بدك تدوري، كله بعذاب، كل شيء بعذاب، ما في شيء برياحة تقدري تعملي، حرام. يعني نحن شعب معتر، لا رقابة، لا محاسبة، لا مبالاة بصحة الناس. الأدوية وجدت لإنقاذ المرضى وتمديد حياتهم، وليس لتكون عبء بيهدد استمراريتهم بالحياة. اللبنانية مظلومين بكل شيء، بالدواء مظلومين، بالبنزين مظلومين، بالمازوت مظلومين، بالسوبر ماركات مظلومين، في ظلم كتير كتير كتير، بالمواد الغذائية مظلومين، كل شيء لبناني كتير انظلم. كانت أحلى حياة عايشينها بلبنان، هلأ أسوأ حياة عايشين بلبنان، حياة كلها تعطير بتعطير، عم تدوري على الشغلة التدوير، أي شغلة بتجيبيها الطاقمية. ما بيصير هيك، حرام حرام هالشعب هيك يصير فيه، حرام لبنان يصير فيها هيك، كانت أجمل بلد، صارت أسوأ بلد.
حاليا أكترية الأدوية انقطعت بوقت الأزمة، ولسوء الحظ هون الأدوية اللي صارت تنبيع بالسوق السوداء. ما في ولا دواء من هيدي الأدوية أقل من 500,000 ليرة، والشخص اللي عنده سكري أكيد عنده اشتراكات غير مثل ضغط وكوليسترول، مشاكل قلب. يعني إذا الدواء السكري لحاله حقه هالكمية، فتخيلي شو رح يكون عم يدفع المريض شهرياً كرمال كل أدويته يقدر يلاقيها. بتخافي إنه تفيقي يوم ما تلاقي دواء، تدهور صحتك، يروح نظرك، يرتفع ضغطك، يرتفع السكر عندك، هاي كتير بتخوفني. خطورتها هون الأدوية اللي عم تجي من برات لبنان اللي قاطعين ما منعرف كيف، بيكون المادة هي ذاتها بس ما منعرف إذا هذا الدواء هو فعال ولا لا. يعني بيكون اسمه نفس الشيء وتكوينه نفس الشيء بس ما منعرف إذا فعلاً الشركة اللي عملته هي شركة فينا نحن نوثق فيها. وهون بتصير الخطورة. يعني المريض اللي عنده سكري من النوع الأول ما عنده بانكرياس، بدنا نعتبر يعني الحل الوحيد هو الأنسولين. في حالات، في الحال يعني ما التقى في الأنسولين، عندنا خطورة يعمل مشاكل كتير كتير urgent، يعني بيفوتوه على المستشفى. نحن أكتر شيء منعرف الديابيتك كيتو أسيدوسس، يعني من وراء هيدي الحالة عدم وجود الأنسولين الدم بيصير بيعلى فيه كمية الأسيد، وهذا شغلة كتير خطرة، والمريض معقول ينتهي بالعناية الفائقة. يعني الأنسولين صار عمره 100 سنة، بلبنان في محلات رجعنا 100 سنة لورا لأنه ما في أنسولين. مثل مرضى السكري، أشخاص كتير عم بيحاربوا كرمال صحتهم. بيختلف المرض ولكن المعاناة نفسها. كنت بفتكر إنه يعني بتاخدي دواء مثل البنادول وخلاص بيمشي الحال، يعني مش إنه مرض بده يكفي معي كل حياتي، يعني ما كان حدا متوقع هذا الشيء. يعني وحتى أنا يعني ما كنا 100% متأكدين من هذا الموضوع. فؤاد ابن 32 سنة عنده مرض الكرون وهو التهاب بالأمعاء، عم يتعالج من 2007 والدواء فعال على جسمه وكان عم يتأقلم عليه. من الدواء ما عندي بديل عنه، يعني وهذا الشيء اللي ما حدا عم يفهمه إنه ما فيهم يقطعوا دواء ما في بديل عنه. يعني أكيد وقت ما يكون في دواء، يعني وأنا كل شهرين بدي أرجع أعمل البارمة من أول وجديد تعرف إذا في دواء أو ما في دواء، أكيد بصير فكر لبعدين أنه إذا أنا هلأ هيك بدي أضلني كل حياتي قاعد عم فتش على دواء إذا موجود أو لا. يعني أنه إذا أنا ما لقيت دواء شو رح يصير بعدين؟ أنه ما بعرف ما أنه ونهاية هذا مرض مزمن، يعني ما فينا نوقف العلاجات. إذا وقفنا العلاجات أوقات كتير الديزيز، يعني الجسم بيرجع بهب، بيرجع التقرحات، بيرجع أوجاع البطن، وبيرجعوا الالتهابات، بيرجع أوجاع المفاصل. وإذا وقفنا الدواء هالشيء بيصير بيرجع، غير انه بيرجع المرض على المدى الطويل في ادو لكومبليكيشن. فؤاد ما فيه يوقف الدواء، وكل ما يتاخر ليلاقيه عم بيعمل جسمه رده فعل. اوجاع بالبطن ما بتوقف والالتهابات عم بتزيد. اوريدي في عندي هم المرض بحد ذاته، يعني اوريدي المرض منه شيء هين، يعني ما حدا بيطلب المرض. يعني ثاقبت هيك شو بدي اعمل؟ بس اتليست على القليله يكون بما اني موجود بلبنان وبعرف يعني منه مثل بقيه الدول، بس على القليل يامنوا المينيموم. وجع فؤاد مثل وجع كتار من الشباب اللبنانيه، فبدل ما يكون عم بفكر بمستقبله عم بعيش بخوف وقلق على صحته، والهاجس الوحيد كيف يامن الدواء. انا اوكي شاب اشتغل، يعني حاليا يعني لهلا يعني عندي شغل، بس حتى يعني اذا بدي اجيب الدواء اللي هو منه موجود بلبنان حاليا، اذا بدي اجيبه من السوق السوداء انا ما فيي ادفع. يعني عم يطلبوا بال $1,300، في منهم $2,600، يعني هذا عم نحكي فرش. يعني سو المريض اللي ما عنده صناديق ضامن، ما عنده ضمان، ما بقى عم بيلاقي الدواء، او عم بيلاقيها بس على سعر غالي. سو فور اكزامبل اجمالا معدل الدواء حقه $1,000، سو إذا لقيها مدعومة حظه حلو بيكون 1.5 مليون أو 2 ليرة تقريبا بالشهر حق الدواء. بس إذا ما لقيها مدعومة، لأنه يعني كانت الأدوية عم تكون مقطوعة إن كان بالضمان ولا إن كان بالوزارة، صف الدواء مش موجود وعم يضطر يجيبه من برا على سعره المزبوط اللي هو تقريبا $1,000 أو $1,500 بالشهر. سو ما في حدا عم يقدر يدفع هالكمية كتير من المصاري، لأنه عم يضطر يجيبها على السعر المزبوط. يعني $1,500 فريش، يعني عم نحكي تقريبا معدل 20 ل 30 مليون كل شهر بده يدفع المريض تقدر يكمل الدواء. الأطباء عم بيشاركوا المرضى معاناتهم، عم بيحاولوا يكونوا سند لإلهم ويفتشوا معهم على الدواء. ويجبنا كأطباء نهتم بحياة المرضى اللي بيجوا لعنا ونجرب نزبط لهم نوعية حياتهم، بس لسوء الحظ فقدان الأدوية عم بتأثر من عمر الأشخاص اللي عم ياخدوها.
ولكن الصرخة صارت كتير كبيرة. عم بيصير هو إجرام بحق كل المرضى صراحة. هلأ كل المرضى عم تنقطع الأدوية طبعاً، بس بحال حالة، بحالة إن احنا جهاز الهضم الإنفلاماتري باول ديزيز، إذا قطعنا الدواء مش عم نعطي بانادول باراسيتامول لمريض أو شيء، إذا وقف الدواء توجع راسه ما وقف وبضله يعني عنده وجع راس، هيدا بيأثر على المدى الطويل عدة قصص على حياته، على في أدي لوفيات أكبر بالمرضى إذا تركوا، لأنه بيعملوا complications أكتر، وبأدي كمان لكانسر بالمصران إذا تركته، لعملية إذا واحد بيكون مش بحاجة لعملية لأن ماشي حاله على الدواء، وقفنا للدواء معقول يوصل لعملية ما يعود جاوع ولا دواء يؤدي لعملية. إنه أهم شيء يكون الدواء، إنه إذا حلت الخبرية هلأ يضلوا متوفر الدواء، يعني ما فينا نضلنا نعطي أدوية ويرجع ينقطع ونعطي أدوية ويرجع ينقطع، لازم يكون في علاج دائم. بين الحياة والموت، هيك عايش اللبناني ببلد صار كل شيء فيه غالي إلا حياة الإنسان. يعني بعدني بأول عمري تقريباً، يعني ليه أنا بدي يكون هلأ همي الوحيد أنه نبش على دواء، غير أنه فكر بالمستقبل لبعدين شو مفروض أعمل، يعني كيف مفروض طور حالي. أنا هلأ يعني همي الوحيد بس أعرف من وين بدي أجيب الدواء. خلاص بده يموت الواحد، يعني إذا ما معه لا هذا الشهر بده يشحد، عيب أنه يشحد. اللي عم بيصير بلبنان إجرام بحق المريض وبحق الطبيب وبحق أهالي المرضى والأطباء، لأن كلياتنا عم نعاني سوا.